لا وحيك لا تحكي بالسياسة يا ابنه. احنا شو دخلوا المحافظ؟ المحافظ هو الكل بالكل فيها. قلت لك منو هاي؟ لك المحافظة اللي ما بقدر يتأخر عليها. ان شاء الله فكرني جميل انه انا حسيتك انه كان عندك اجتماع بالمحافظة وانه اجتماع ضلنا بعد الدوام وانه انت ما فضيت ولا دقيقة لتطلع من الاجتماع لتحكي معي. عم تحكي كأنك انت معي. ليكون كنت معي مالي حاسس. انا ما بدك تحجمي. لك طولي بالك هلا من شو زعلانة انت؟ ولا يهمك موضوع القسطرة حليناه لأم محمود وعدوني انه يراعوها. لا ليكون في شغلة تانية قرقتي. وعك تكوني غيراني علي مثلا ها او خايفه انه العب بديلي. لا كمان هي مو معقول تنزعجي مشانها لانه انت طول عمرك مطمنه وبتعرفي شو في عندك. وليش هي مو معقوله بقى؟ لانك بتعرفي مين في عندك مو هيك على طول بتقولي لي؟ حبيبي هاد كان زمان اكيد هي فسفاز. وقفتك. مو بس شكوا رح يغرقوا. ايه وإلك عين تيجي لهون؟ هذا محمود. ايه هنا شو صار لك؟ حاملة هي ليش بإيدك بدك تضربي حدا بالظاهر؟ لا كان في قطع. شو ليه؟ أي هنا وهيك اصبعتي اللي فيني بكفيني اللي في أبو طارق إجا من الشغل ولا لسان؟ وشو بدك بأبو طارق؟ شبكي هيك انخضيتي عاوزته بشغلة. لا القطة خضتني. إي بردوني مو يا ستي هجيب لك طاسة الرعبة ولا يهمك هنا. شو عم تاكلوا بيت؟ بتحبي؟ نحن هلا بناكل بعد شوي تغدوا انتو صحتين وهنا. اسمعي مني وكلي لك لقمه ما عندنا غدا غيره ها. اي يلا خلوا لي لقمتين هلا برجع بعد شوي باكل معكم. هنا خدي حبيبتي هي طاسه الرعبه اشربي منها مشان تروح الخضه تبع القطه. شو بدك من جميل؟ كنت بدي اساله مشان عمليه القسطره. عمليتك بكره جهزي حالك وجهزي مصرياتك. قديش بدهم؟ 50,000 ليرة. ولي 50,000 ليرة كتير أبو طارق. يا أبو طارق. أيوة نعم. أنا عم تقول 50,000 ليرة قلهم بركي بيراعوني شوي. ولك عيب عليك أم محمود عيب عليك استحي على حالك لهون وبس. إيه شو عملت أنا هنا؟ معك مدري كم مليون عم تفاصلي على كم ألف ليرة. خلاص أنا مستعدة بموافقة تحط أجرة العملية. إيه سيدي تغديتوا ولا بتحبوا تجوا تتغدوا عندي؟ ليش شو طابخه؟ محمود نحن تغدينا وبدنا ننام. الله معك. ايه هنا لك مو عيب عليك تقلعي قلبك عليها كثير يعني؟ لك لا بس عيب. هذا ما كان رايك بالاول كنت اول ما تشوفها تقلي سكري الباب بوشها. شو اللي غير رايك؟ لك مو غير رايي ولا شيء. المخلوقه مريضه وجاي تستنجد فينا شو فيها ونحن عم نساعدها. حبيبي عملت اللي عليك واخذت لها موعد من الدكتور اتركها بحالها بقى. متخار علي. لك شو صاير لهنا؟ ما لها بالعاده هيك؟ لو ما بعرفها بتحبني وبتعزني كنت قلت لحالي عم تقلعني من بيتها تقليع. لا تظلميها يمكن ضايق خلقها او زعلانه مع جوزها بتعرفني. هلا بس تروح بروح برجع لعندها وبشوف شو القصه. لك شبكي ليش متنحى؟ فوتي اجلي الجليان صبح ما عملتي ولا شغلة. يلا نلعي. اوه ولا وقتها كنت مستني. اهلين وسهلين. فاضي تعطيني درس اليوم؟ ايه ولو تفضلي. شكرا. اهلين. تعي يا عمو. تعي. اهلين تعي 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 ادي هون يلا. هون ايه هون تعي. هاتي لشوف ادي يا عمو قلبي. قربي ليش مستحية؟ قربي تعي هاتي لقلبي. هاتي لشوف. انو من نون؟ عمو هذا الدرس. ايه. هذا هو. أيوة. العلاقات العددية في المثلث القائم. ايوه. شوفي. إذا رسمتي بمستوى الورقة مستقيم قاف ورسمتي من نقطة ب أربي عمو أربي أربي لا تستعي أربي نقطة ب في هذا المستوى عمودي أربي قاف إذا عمود يقطع قاف هي هو مرتسم النقطة ب شو ها؟ أهلين هنو صح النوم مرحبا طام شو عم تعملوا؟ ما في شيء في درس عم يشرح لي إياه بتصير أربي شوي هي بتصير خدي حبيبتي كتبك بدفاترك قولي له لأهلك يدوروا لك على أستاذ رسمي. صحيح جميل مهندس بس ناسيان الهندسة. لا بالعكس عمو جميل شاطر كتير. شاطر؟ بس معلوماته حبيبتي كتير قديمة ما بيفهم بالرياضيات الحديثة. يلا حبيبتي سلمي على أهلك سلمي لي على أمك. يلا حبيبتي يلا سلمي على أمك يلا.
انه شبك اه شو صاير لك؟ صاير عم تطلعي الناس من بيتنا؟ شبك انا حره ببيتي جميل، حره حره انا. ايه حره ما اختلفنا يا هنو، بس ليش قطعتي الدرس على البنت يا هنو؟ من يوم وراح ما عاد في دروس. طيب ليه؟ يدوروا على استاذ ثاني، انت مهندس. انا كنت اقوله هالحكي، انا ما كنت اعطيها دروس، انت اللي تقولي لي شو عندي اذا انت بنت كم دار وفلت على اهلك ما نسيتي حالك؟ عم تقلدني؟ تراجعت عيني؟ ايه تراجعت، ما لقيتها حلوه بحقك، مدير ومهندس تعطي دروس خصوصيه ما حبيتها. هلا انت خايفه على سمعتي ولا نيوهاهاهاك. غيرانه؟ ايه غيرانه، وليش لحتى ما غار؟ هو شوفي من حقك تغاري على جوزك بس من سهام. ليش من سهام؟ لك هي طفله لسه يا دوب عمرها 16 سنه. ليش نسيت حضره جنابك شو كنت تقلي قبل عليها؟ شو قلت؟ شو قلت؟ قلت لي هي ما عادت صغيره وهذا السن كثير خطير. أنا قلت الحكي. إيه أنت قلت الحكي. يا إذا أنا قايل الحكي معناتها بلاها الدروس الخصوصية، بس ما دخلني إذا تزعلتي أنت وأم تحسين. تزعل تنفلق ما فارقة معي. هلا لفي لي السيرة، بدنا نتغدى قصدي بدنا نتعشى ولا لا؟ بجعات بطني عم يكاكو. ليش ما تغديت بيت مع أولادك؟ شكو شكو رواسي شكو. بايخة. انت متأكدة انه هناء هي اللي قلعت سهام من البيت؟ طبعا متأكدة. ما تكون سهام هي اللي. لا يا ام محمود لا، سهام بنتي بعمرها ما كذبت علي، بعدين ما لها مصلحة تكذب وتفتري عليها، وسهام كانت على طول كل ما تجي من عندهم من الدرس تمدح بهناء وكرمها وضيافتها، ولو ما قلعتها اليوم بالذات ما كانت اجت قالت لي. سهام ما بتكذب. لك خلاص صدقتي، هناء مدري شو صاير لليوم، مو على بعضها، عم تقلع كل الضيوف. ليش قلعت حدا كمان؟ سمعت انه اجاها ضيف وقلعته. على كل لا تهكلي هم انت، هلا هي متضايقه من شي شغله، بكره بتهدى وبترجع مثل ما كانت واحسن. ومن جهه دروس بنتك لا تخافي، انا بحكي معها وبيمشي الحال، بس انت فردي ايدك شوي. رجعنا للسمسره؟ مو لي. لكان لمين؟ لهنا. ايه عرضت عليها ال 100 ليره يلي كنتي انت تاخذيها على الدرس، ما رضيت، قالت ناموس وفلوس ما بيصير. ومين قال لك انه فرد الايد ما بيصير الا بالمصاري؟ شو قصدك؟ واضحه لك دبه، ما بدها حدا يفسر حبيبتي. يوم حملي بنتك قالب جاتو، يوم بانيس بانيان، تشك تشك تشك، يوم مجمع شوكولاته، اشتغلي لطقم نزالات من اللي بتشتغليهم للبيع وابعتي لها اياهم، طعمي التم تستحي العين، وانت زين العارفات. ايه انا مستعده بس بخاف تخجلني. ما بتخجلك ما بتخجلك، بتضلي دبي انت، جربي وشوفي. وعلى كل اذا خجلتك انت جيبي الهدايا لعندي، انا بوصل لياهم. لا انت ارتاحي، انا بوصل لياهم بايدي، بس انت هلا قومي وفهمي لي منها شو القصه واحكي معها ولطفي الجو. بكره بشوفها. وليش مو هلا؟ هلا عندها ضيفه. وانت شو عرفك؟ سمعتها لما فاتت اي دخلت. يلا مو مهم، لأنه أنا لما فتحت العلبة كان مصنبع فيها ومعموج هيك على جنة. رجعت أنا سمعت الأخبار، طلع شي ما بيصير، سكرته طفيته وحليت تمي هيك شي يعني، لأنه نايمين كانوا أخدين قيلولة هن. هلا هنا أنا زعلانة منك، هاي صلي جاي لعندك مرتين ولا هلأ ما زرتيني؟ خلاص وحياتك بقرة فرصة بيجي لعندك. طيب هنو شو رأيك نزورها بكرة؟ اسمنا بكرة ما عنا شي. اهلا وسهلا، واحنا كمان ما عندنا شيء. لا بكره انا ما بقدر، خلص ان شاء الله بقرب فرصه. لا هنو لا تقف فيها لبعيد، خلينا نروح بكره، بعدين بتزعل هي، بنروح بكره. ايه خلص هنا بكره بانتظاركم. ان شاء الله رح تلف لك قبل ما نيجي. حلوين اوعيكي، منين شاريتيو؟ جاب لي اياهم جوزي معه من باريس. حلوين، يا ريت يكون في مثلهم هون. في مثلهم هون. انت شو دخلك ان كان في منهم هون ولا ما في منهم؟ عم بتطمم مشان اشتري لك مثلهم، بيطلعوا عليكي حلوين، اكيد بيطلعوا حلوين هنو. لا شكرا، انا مو لازمني اواعي، عندي اواعي كثير. لا ما قصدت، بس ما شاء الله رفيقتك يعني هي حلوه واواعيها حلوين. والقالب غالب، يعني هي حلوه والطقم حلو، صارت قطر. يا بخاف لقى بايدي قوم تدبى. جرب. بخاف جرب تقوم تلزق ايدي ما تعود تنقبع. حلوة تنقبيعي. ايه بسيطة بقطع لك اياها. لا هنا حرام عليكي. عم امزح.
على كل ميرسي كثير استاذ جميل على هالمجامله، كلك ذوق. ماما قوم شوف ابنك شو بده. عم ينادي لك اليك. ماني قايمه، قوم انت شوف شو بده. حاضر عن اذنك. ولك هنا تعال اقول لك. نعم. متغير كثير جوزك عن اول، كانه مو هو. شو قصدك؟ ما فهمت عليكي. يعني باول زياره اجيت فيها لعندكم كان ما يقدر يتطلع بعيوني. اه بالاول كان مستحي، بس زياره ورا زياره ان شاء الله. هنا قومي شوفي شو بده. شو بده؟ ما بعرف، قال بده اياكي شخصيا. قومي شوفي. ماني قايمه. ماما خلص قومي شوفي بقى. قلت لك ماني قايمه. قومي قومي هنا، لا تستحي، انا مالي غريبه. مزبوط، إذا كلاني همها للست سناء تمل لا تخافي، أنا بسليها لبين ما ترجعي. ماني قايمة، وخليه عيط ليشبع. على كل أنصار لازم أمشي، تسمحوا لي. وين رايحة؟ شو ما بده يجي جوزك ياخدك؟ سيارتنا عطلانة بس مو مشكلة، باخد تاكسي. لا شو هالحكي؟ شو تاخدي تاكسي؟ عيب، بوصلك مو بس بالسيارة، بعيوني أنا كمان. لا يا جميل، ما قلت لك تبدل البطارية، هي لزمتنا السيارة والسيارة ما عم تدور. بطارية؟ ايه؟ ايه ماشي، هي يعني بدفشة صغيرة بتدور مو مشكلة. معقولة سناء باللبس الأنيق الباريسي اللي جاب لها اياه جوزة بدك اياها تنزل تدفش معك السيارة جميل؟ ما في داعي استاذ جميل، باخذ تاكسي. ماما بده اياكي. سمعاني. بس أنا كنت حابب أخدم. معلش استاذ جميل غير مرة. أهلا وسهلا، شرفتك. أهلا وسهلا، تفضل. أهلا وسهلا، مع السلامة. أهلا وسهلا، الله معك، مع السلامة. أهلين وسهلين، الله معك، مع السلامة. سلمي كثير. مع السلامة. الله معك، سلامة. انت شلون بتغازلها هيك قدامي؟ فيك تفهمني؟ لك يا انه انا ما بغازلها، انا عم شاملها مشان لطف الجو، يعني مشان ما اقعد مثل اللبخة. ما انت طول عمرك كنت تقولي لي ليش ما بتعرف تجامل؟ هي عم جامل. بس زودتها كثير جميل. لا زودتها ولا شيء، بالعكس رفيقتك مدير ومبسطة كثير لانه بتحب اللي بيجاملها. انت حلوه وثيابك حلوه، صرتي مثل القطر، اذا مديت ايدي عليكي بدي بعدين فيك تقلي انت شلون بتقلها خليني وصلي؟ بركي حدا شافك انت وياها بالسياره لحالكم، شو بيحكوا عليكم وعلي؟ انا حيرتيني. ها لا بعرف اتعامل معك ولا مع رفقاتك. نسيتي هذيك المره لما زارتنا سناء نفسها وقت جوزها تاخر مشان يوصلها شو قلتي لي؟ ما قلتي لي جميل؟ معني شي وصلها؟ معني شي كلماني؟ نسيتي وانا ساعتها مرضيت. قلت لحالي هالمرة يا ولد معني شي، بيض وش مرتك قدام رفقاتها وقوم تعذب وكل هم وانتع حالك ونزل وصلها. بتقومي بتجاوبيني هيك؟ تاني مرة لا بدي اياك تبيض وشي ولا تسوده ولا ما تسودي رفقاتي ولا تجيبهم ولا تحكي معهم. ماما ارجعيتك انت التاني. يلا منيح فديت بالصغير. يلا تفضلي. لسه في وقت. شو في وقت؟ الموظفين عم يفوتوا ليكو. اي فوتوا، انا ما بدي فوت، بدي اقعد معك خمس دقائق تاني ولا عندك مانع؟ لا بالعكس، المكسب معي يا ميت. أهلا وسهلا، منقعد شو عليه؟ لك منو هي اللي فايتة على المديرية لعنكون؟ وانت شو دخلك فيها؟ لك ما في شي، عم نسأل كمان السؤال حرام. اي لا تسأل أسئلة بلا طعمة. هنا صباح الخير. أهلين معها، صباح النور. صباح الخير استاذ جميل. معلش ما هلت واخذيني. جميل ما بيقدر يرد عليك لانه حنجرته عم توجع والدكتور قال لا يحكي بالمره. سلامتك استاذ جميل. الله يسلمك. شو ما بدك تنزلي؟ لا فوتي انت هلا، انا بالحق. طيب باي. شو هي الدكتور ما لاني احكي وحنجرت؟ منين طلعتي لي فيها هي؟ ماشي هي ما حكيت معه ولا كلمه، منيح هيك؟ ايه انا قلت لك لا تاخذ وتعطي مع رفقاتي، بس كلمه صباح الخير ما فيها شيء. مسموحه؟ ايه مسموحه، صباح الخير وبس. صباح النور مسموحة؟ لا مو مسموحة، بيقولوا لك صباح الخير قول لهم صباح الخير. وإذا قالوا لي مساء الخير؟ بتقول لهم مساء الخير. إيه هلأ فهمتها، صباح الخير مساء الخير مسموحة، صباح الورد صباح الياسمين صباح الفل ممنوعة. برافو عليك. صار 8 إلا 5، ما بدك تنزلي؟ إيه معك حق، يلا بخاطرك. استنى بتروح على المديرية دغري، مشوار هيك أو هيك ما بدي. ليش أنت تاركتيني روح هيك ولا هيك؟ إيه ماشي، لما توصل على شغلك عمل لي تليفون. طبعاً راح أحكي معك. مشان شو بدك تحكي معي؟
اول شيء مشان تتاكدي اني وصلت على المديريه دغري، وثاني شيء مشان ذكرك تذكريني اخذ ام محمود على المستشفى مشان القسطره. انت بدك تاخذ ام محمود على المستشفى؟ لك مين بده ياخذها؟ اي لا حبيبي انت ارتاح، انا باخذ اجازه ساعتين وباخذها انا. انه نعم. هلا انت خايفه علي من ام محمود ولا من فزفز؟ دخيلة. شرب دولاب من فوتو على المكتب خليه يدق لي، فهمتي؟ وين راح؟ هنا حاجة تتصلي فيه، هي قدام سكرتيرة هلا بيرجع بيتصل فيك بيقول لك ليش تأخر. اشربي شاي وروقي. ما بدي كورات شاي فستادي، شو دخلك انت بعدين؟ فستادي. مرحبا يا وردة. اهلين، شو بك ملحوش؟ ما في شيء، بنشر معي دالوب بالسيارة، مين اتصل فيه؟ اتصلت مرتك ثلاث مرات وأول ما تيجي قالت اتصل فيه فورا. أولي خلي البوفيه يعملوا لي قهوة. لا 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 الو، يعطيك العافية، ممكن مدام هلا إذا سمحتي لفة برا. الو، أهلين هنو، كيفي؟ لا اتصلت فيكي مشان ذكرك بموعد القسطرة تبع محمود. شوفي عيوني، إذا ما أعطوك إجازة أو ما قدرتي تطلعي أنا بمر وباخدها. وين كنت لهلا؟ ما صار حضرتك إلا وفاولتي على السيارة مبارح، بنشر الدولاب معي وتأخرت لبدلته. يلا شو يعني مالك مصدقتيني؟ وعيك يروح فكرك هيك ولا هيك اني رحت لي شي مشوار قبل ما اجي على الدوام؟ ها الله يسامحك، انت بتعرفي شو في عندك، مأمنتيني مأمنتيلي انت. خليك جدي وقولي وين رحت. ومين قال لك اني عم بمزح؟ فعلا بنشر معي الدولاب وبدلته وصلحته. عظيم، لكن خلي الدولاب بنشر اوعه تلحمه. حبيبي وبلكي بنشرت مره تانية فجاه. ايه لا ما رحت بنشر على كفالتي انا. شو اللي بيضمن لي هي اليوم بنشرت؟ إذا بنشرت مرة تانية بتترك سيارتك وتاخذ تاكسي وترجع البيت أوام. ولا شو المخاطرة؟ هلا ببعث من عندي شي مستخدم بالحمل الدولاب وبصير معي سبير للطوارئ، سبير يعني احتياط، لا مو إجباري. ياه! قلت لك خلي الدولاب مبنشر لا تلحمه. بدك تشوفيه مشان تتأكدي من حكي باي. إيه بدي شوفه، عندك مانع؟ واثقة بس بدي شوفه، إذا أنت واثق خليه لشوفه. إيه تكرم عينك، إذا بدك تعي هلا شوفيه. بشوفه بس تيجي تاخذني لناخذ ام محمود على المستشفى مشان القسطره. مثل ما بدك، تأمري امر. مع السلامه. يا لطيف على تفكير النسوان، يعني هلا لو كنت انا عم بكذب مثلا كان صعب علي كثير انزل ابعج الدالوب هلا. اه اولي ان شاء الله معفايه. ميرسي. لا تنوهمي ولا تتعبي حالك ابدا. يخرب بيت وحظي. ليش هيك عم تحكي ام محمود؟ بالعكس انت لازم تنبسطي وتحمدي ربك انه طلعت نتيجه القسطره لصالحك. لصالحي يدفع 300,000 ليرة عمليات. يعني لو طلعت النتيجه انه ما بينعمل لك عمليه بالمره كان احسن، كان كل يوم والثاني رح تجيكي جلطه ما بتعرفي باي جلطه رح تقحطي، هيك احسن. مضبوط هلا عم تحكي صح، كمان 300,000 ليرة مو قلال. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ما بحكي معك. سكتنا. ان شاء الله هي اخر مره بتدخلي فيها مستشفى خالي. انت ان شاء الله بعتقد انه في لنا رجعه مشان العمليه. انت ما عم تحكي معك، انت لسه ام محمود ما قررت على كل. شكرا كثير لك، شرفوك. تفضلوا. شو صار له؟ وانا شو بيعرفني؟ شو هالمسخره هي؟ رحت اعلن افلاسي انا. طولي بالك يا ام محمود طولي بالك. هاتي. شو هذا؟ المفتاح. هاتي المفتاح. شو هذا؟ الحمد لله صرت اقدر انا اقوم بفوز بحالي. تفضلوا فوتوا لشوف. جميل انت روح على شغلك، انا بفوت مع محمود وشوف شو بدك. لا لا تروح على شغلك، عاوزتك بشغله ضروريه فوت. شو بدك منه؟ رجوا بنحكي. خلاص فوتوا تفضلوا. تفضلي فوتوا بالاكبر. اكبر واحد انا هلا صار. طبعا لكان اصغر فوت. تفضلي محمود فوتي انت اكبر. انا اصغر وحده. عم تجلي؟ لا تكتري معجون. تضربي ما اسالك تضربي.
خير ام محمود؟ شو بدك من جوزي؟ استني لا لوط نفسي شويه. شبيك؟ اول شيء كتر خيركم انكم انتم حستوا فيني واعتنيتوا فيني، تعبتكم انا معي انا مو. ثاني شيء زعلانه منكم. لا يا ام محمود ليش زعلانه؟ اسكت بدي. شبيك مالها من رفقاتك؟ ايه خير ام محمود، ليش زعلانه؟ شو عملنا لك؟ شوفي هنا، انا من جهتي مالي زعلانه انك قلعتيني من بيتك تقليع، لانك يمكن كنتي متضايقه من شي شغله فقمتي تفششتي فيني. يعني انا قدرت كون انا ملطشتك، بس الاطفال ما بيقدروا انك تقلعيهم، بيزعلوا بينهروا. اطفال؟ انا اطفال؟ انا قلعت اطفال من بيتي؟ ايه سهام، سهام السرنوي بنت لام تحسين الدبي، طلعت من عندكم باكيه وشاكيه. يا كبه كبه يا كبه يا دعسه. وحكت لامها وامها حكت لي، انا بالاول ما صدقت، قلت مستحيل مستحيل انا طلع طفله بريئه من بيتها. بس لما حلفت لي امها الدبه اضطريت صدق. خلاص بقى صدقت، لكن ما صدقت اشتقتي لي اوان. بس خرسي قدام الضيوف. هاي اللي بدك تجوزيني اياها؟ ام محمود لا تفهميني غلط، يعني انا مستحيل اقلع حدا من بيتي وانت بتعرفيني. كل ما بالموضوع انه جميل مشغول هاليومين وما عم يفضى يعطيها لسهام دروس، قمت قلت لها قولي لاهلك خليهم يدوروا لك على استاذ ثاني. هي هي كل القصه، وزمانك مصدقتني خليها تجي هي وامها لعندي على البيت وتعي انت معهم وبتشوفي انه انا لا بقلعهم ولا بقلعك. ايه ام محمود اهلا وسهلا فيكي وفيهم، امتى ما اجيتوا يا ميت اهلا وسهلا. جميل تاخرت على شغلك. الحقان شو عليه اذا تاخر على الشغل شي خمس دقايق؟ ما حدا بيحاسبه، شنو هو المدير مو مدير انت بالقطاع العام ابو طارق؟ انت طول عمرك بتحب تساعد الناس وخاصه الفقراء والمساكين والمعترين، وبيت ابو تحسين ناس على قدهم حرام طيه ما بيقدروا يدفعوا اجره اساتذه. الله يخليك، حاول تفضي لك حالك شي ساعد زمان، يعني كل يومين ثلاثة وبتشوف لها دروس بطريقك. اخطي اخطي، هي سهام طفلة لأنه تكسب فيها سهام، تكسب فيها سواد. أنا من جهتي ما عندي مانع. ما عنده مانع لو كان فاضي، بس جميل ما نو فاضي، عنده شغل إضافي بعد الظهر. تصوري ما عم يفضى يدرس أولاده وتضرب الوظيفة وساعتها. روح جميل على شغلك، روح حبيبي يلا. على عيني. بدك شيء؟ ايه مع السلامة جميل، الله معك. أهلين أم محمود، سلامتي. الله يسلمك. بيطول يعني استنى بيرجع. أنسة وردة تسمحي لي بكلمة؟ يعني أنا عامل معك شي؟ لا. لك ليش هيك صاير عم تحاكيني؟ شلون بتريد أحكي معك؟ يعني وين ابتسامتك الحلوة، استقبالك الظريف، بشاشة وشك، ظرافة حكياتي؟ أنا طول عمري هيك. أنسة وردة عندي دور حلو كتير بالمسلسل، شو رأيك تمثلي؟ خليلي الفنانة الموهوبة أمل. أهلا سيد وسيم. أهلين أستاذ جميل. شو وصل لك زمان مبلط هون؟ نص ساعة. نمشي يلا. لحظة قبل ما تفوت، يا ريت إلا الأنسة وردة تتصل بالأنسة أمل وتجيبها لهون. خير شو بدك منها؟ أخذت لها موعد مع المخرج، خليه يعمل لها تيست. ماشي. اطلبي لي الأنسة أمل تجي لعندي، شرف باشا. هاي الحركات بطل لي اياها، تفضل. هاي سكرتيرتك من وقت ما عرفتني متجوز لا عاد هشت ولا عاد نشت. هلا قيمني من سيرة سكرتيرتي، في كم فصل عن مرتي رح احكي لك اياه، خرج تضيفهم للمسلسل. اخي المسلسل ما بقى يتحمل ولا كلمة. لك اخي انت اسمعهم بعدين قرر. تفضل اتحفنا. افتح لي مخك وانتبه منيح. ان شاء الله الحمد لله على سلامتك يا ام محمود. شايفه يا ام تحسين، شايفه ما بخلص من مصيبه الا بتلحقني الثانيه. خير خير ام تحسين بالزور، انا دبرت 50,000 ليرة لعمليه القسطره. لك ام تحسين سلك هالقد براسه كاميرا دحشه قبض 50,000 ليرة، محتاره هلا انا منين بدي دبر 300,000 ليرة للعمليه. اي ستي مثل ما دبرتي ال 50,000 بتدبري 300، ردي احكي مع ابنك اللي بخوفك كان. الله يعينك يا ابني اللي بخورفك كان، الله يعينك ويحمل معك. شو بده يتحمل ابني اللي بخورفك كان ليتحمل؟ قاعد لي فوق الفرن ما بيكفي، قاعد فوق الفرن شو بده يتحمل؟ اضرب عليه
بكره بيقول لي بعتي لي انت المصاري دفعه واحده رح ترجعي تاخذي لي اياهم بالتقسيط. يا ستي بعين الله. بعدي اسمه وكرمه مالي غيره انا. ام محمود ما قلتي لي حكيتي لي مع هناء مشان دروس سهام؟ حكيت مع هناء وجميل. وطمنيني ان شاء الله مشي الحال؟ لا ما مشي الحال، قال هلا صار عنده شغل اضافي جميل ما عم يفضى. يا ستي بعين الله. طبعا بعين الله. بعد عني مالك شايفني عاملة قسطرة. هاي السيرة من طقطق للسلام عليكم. شو رأيك باللي سمعته؟ هلا صارت تغار من سهام؟ هنيالك يا عمي، ما هذا اللي بدك اياه. هنيالي وبس، يا انا مروق احلى رواق انا. ايه الله لا يندمك على هالحكي. وليش لحتى اندم؟ سيدي قبل ما انسى، اليوم عازمك على العشاء. وشو المناسبة؟ رجع رفيقنا سمير من السفر وعازمه. لا، إذا هيك العزيمة على حسابي، أنا ما عزمته وقت سافر. أنا ما عندي مانع، المهم نلتقي. وين راح يكون العشاء؟ مثل كل مرة، اتصل فيك بالتليفون ولا ما بتنسى؟ لا أكيد إن شاء الله ما بنسى، استنى لأقول لك، أحسن كمان اكتب لا تنسى موعد سمير هذا المساء. اتكلنا على الله معلم. خير؟ شو؟ المقاتلة جديدة؟ رح يجنني هالمدير. أنا مدير؟ مديرنا. ليش شبه؟ شو؟ وعدني يحكي مع سالم وظاهر إنه نسي. لا ما نسيت. شو نسيت؟ أنا حكيتها وفهمتها شو تساوي. بس أستاذ مبارحة رجعت تتدخل بأموري. حطها من إيدها. لا تدعو شي منه. فهمت؟ طبعاً تتدخل بأمورك، هي زوجتها. ولا بدك تعيش لحالك؟ يعني لو بدك تعيش لحالك ما كان لازم تتجوز. استاذ انا ما عندي مشكله اتدخل باموري، بس عم تعمل من الحبه قبه. لا عم تعمل من الحبه لا قبه ولا كبه. بس انت طول لي بالك شوي ونزل مكسورتك وعود مثل عالم الناس وروق شوي وطول بالك عليها. استاذ يا ريت بس تجي لعندك توصيها فيه من هدول تبعاتك الخفاف. هنا يا هنا. هنا شو جابك هلا؟ إذا بدك ما بيجي برجع خاطري. تعال هون. ليش جاي على بكي؟ حيرتيني هنا، مو أحسن ما أجي متأخر تقومي تفكري لا سمح الله إني رحت هون ولا هون أو عملت لي شي تفتيلة. الزايد أخو الناقص، قلي لشوف وين كنت؟ وين بدي أكون يعني؟ بالشغل. وقت اللي بتكون بالشغل ما بتطلع قبل التنتين وربع، معناتها ما كنت بالشغل، وين كنت ومع مين؟ طلعت جولي على المخازن ما لقيت حدا. لكنه كل الموظفين فاركينا ما في الدومري. انت عملت لي تفتيله بالمخازن وجيت على البيت. لا حلوه كثير وصدقتك. ها شوف كيف مصدقتك. وليش لحتى ما تصدقيني؟ وين صار المخازن تبعكم؟ بعد دوما قبل القصير بشوي، يعني بدها شوي لتصير بالقصير. وليه عم تسالي على المخازن؟ لا ما في شيء، روح درس الولاد لبين ما حضر لك الاكل. هات عنك شنطه. لا اتركيها، انا بفوتها لجوا. لا انا فوتها لجوا. لا خلص ليش لح جاكيتي، بحطها باوضه النوم بشلح جاكيتي. مو مطولة لتوصل لمستشفى المجانين. ايش هو هالصمام اللي راح ينفجر هاد بجنة؟ لا 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 حضن على الحضن. جميل؟ ايه هنا. مين هو هي سهير؟ سهير مين سهير؟ انا عم بسألك مين هو هي سهير؟ سهير سهير من هو هي سهير يا سهير؟ زهير عمي. لا هذا عمي زهير. سهير ايه، في خالتك اسمها سهير وفي بنت عمتي سهير. غير هالسهيرتين ما بعرف ولا سهير بحياتي. إيمك من خالتي؟ خالتي متوفاية، ما بقي غير سهير بنت عمتك. شو في بينك وبينها؟ ما في شي بيني وبينها. لا في. أنت أدرى. تعال هون سمير. وين رايك؟ لا بدي أكمل له تسميع الدرس لسليم. بكره بيصوت بالمحفوظات، مو حافظه النشيد. بدي وين حطيت إيمك؟ تركني هلا أنت بشو أنا بشو مين اللي بشوف مين وشو في بينك وبين سهير؟ لك شلون بدي اكون في بيني وبين شي؟ اياه انه اذا هي صلى 30 سنه بلوس اجلوس وانا صار لي 30 سنه عم لوس بالشام. معناتها في سهير ثانيه. قلي شوف في بينك وبينها ومين هي؟ ما بعرف. شو ما بتعرف؟ لا بتعرف.
انت ادرى لك لكمين وهي سهير اللي عاطيه موعد المساء، فيك تفهمي؟ اذا متاكده انه هي سهير معناتها لازم تراجعي دكتور العيون مشان تعرفي تميزي بين سهير وبين سمير. مكتوب سمير، اقريها منيح. لا هي سهير وانا متاكده، تاكد بنفسك. انا متاكد انه سمير، اقريها منيح. بجوز سمير، بس انت كيف بدك تكتب سهير؟ انا طلعت معك سمير. مين هي سهير؟ شو في بينك وبين اللي شو فلا؟ لسه بتقلي سهير؟ سمير هي، افتحي الباب. ما راح افتح لك، قلي شو بينك وبين هلا؟ بيني وبينها في كل شيء منيح هيك. حبيبتي مهموه، ما خبرتيني شو اخبار رفيقتك هنا؟ مليحه. لساتها حلوه مثل قبل ولا تباشعت شيء؟ صارت احلى. عظيم، احكي لي كمان، معناها انا كثير مشتهي اشوفها. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك، الله يكون بعونها. خير لشوفي؟ الغيره رح تقتلها، لك صارت تشك بكل شيء، كل دقيقه والثانيه بتتصل لعند جوزها على المكتب لتتاكد انه موجود. وصلت مع الامور انه تشتري له طقم من البالي مشرشح مشان يتفصلوا منه النسوان بالمديريه. للبالي؟ والله انا خايف عليها كثير. معناها انا بكره رح اروح عندها من كل بدع المديريه، قعد لي عندها شي 3 4 ساعات وعقلها. انت استريح، خليك هون. وين رايح؟ ما قلت لك اني عازم وسيم وسمير على العشاء؟ ايه ما في روحه. لك شلون ما في روحه؟ عم اقول لك انا العازم. ايه اتصل فيهم واعتذر، قول انك مرضت فجاه، قول انه اجاك مغص قوي. ما في روحه يعني ما في روحه؟ لك شو عم تحكي؟ هلا اذا ما عزمته اليوم راح عزمهم بكره، بقى فرطيه، ما بتعرفي من هون لبكره شو بيصير. ايه الغي عزيمتي اليوم وعزمهم بكره على العشاء لهون على البيت. ما حلوه ما حلوه ما حلوه ما حلوه. من وين ما حلوه؟ جميل تعال هون قلي لنشوف منو هي الحلوه. لك قصدي ما حلوه الغي العزيمه. وليش بقى ما حلوه؟ ولا ما بدك كان يروح معكم؟ لك لا، بس رفينا سمير عزابي نياله، يعني ما بحب القعده بالبيت، بحب سهرات المطاعم، بياخذ راحته اكثر. ايه ضروري تعزمه بلا هالعزيمه. لك ايه طبعا ضروري اعزمه، يوم اللي سافر ما عزمناه، هلا كمان ما نعزمه، ما حلوه بيزعل. ايه زعلين في ليش نايدنا منه؟ بلا. لك شلون بلا؟ ما هذا صديق الطفوله. ايه الطفوله حبيبي انتهت من زمان. لا طفولي خلصت كسن كعمر، بس ذكرياتها بتضل. انا ما بقدر انساه لسمير، كنا مسمينه سمير ملطشي، كان يقعد اول مقعد وعلى طول ننزل فيه طيارات. نلطش نحن وياه على باب الثانوي، بس اللي خايلني انه كان دب بالمدرسه. شلون هو جمع مصاري وبقينا نحن اخر العالم لهلا ما عم بفهم. ما بعرف شو اشتغل بالخليج وشلون لملم عمله. لملم عمله ولا ما لملم ينفلق؟ ما في روحه يعني ما في روحه. انا الجماعه بيكونوا عم يستنوني. وانا شو اللي بيضمن لي انه انت رايح تسهر مع سمير مو مع سهير؟ رجعنا لقصه سهير؟ ايه رجعنا. لا يا هنو، شو مالك ثقه فيي؟ الي بس مو كثير. بس طول عمرك كانت ثقتك فيي عمياء، كنت حاطه اجريكي بمي بارده ومطمنه، شو اللي فوشهم هلا؟ تعبوا هوا وفاشوا. ارجعي نفسيون. جميل انا ما عم امزح، ما في روحه هي ما في روحه. لك يا هنا، على طول كنت تتمنيني اطلع برات البيت، على الاساس اذا طلعت انا ورفقاتي بتطلعي بتشمي الهواء انت ورفقاتك. هلا اجت على اجريها، هي طالع انا ورفقاتي، اتصلي لك بشرفيقه وطبقوا لكم زياره بيكون احسن. انسالي شو كان وشو كنت، نحن اولاد اليوم. مثل ما بدك، انت مرقي لي اليوم وخلينا من بكره ولاد بكره، منيحه؟ بعدين انت شلون بتعزم رفقاتك من غير ما تخبرني؟ ليش ولاد بكره صار بدهم اذن قبل ما يعزموا حدا؟ لا جميل لا تفهمني غلط، انا ما قصدت انه تاخذ اذن مني، بس كل اللي قصدته انه انت لازم تقلي على الشغلات بدك تساويها قبل ما تساويها، بركي كان حدا عازمنا او نحن عازمين حدا عشان ما تتضارب اوقاتنا مع بعض وعلاقاتنا الاجتماعيه، ولا شو رايك جميل؟ اي لا اي خلص، بس نصير اولاد بكره بنصير مننسق ومنخلي علاقاتنا واوقاتنا ما يتضاربوا، خليني امشي هلا. بدك تطول؟ لا بالكثير ساعتين. وليش ساعتين؟ انت بالعاده بتتعشى بربع ساعه، يا سيدي خليها برا نص ساعه ومن عندي نص ساعه، سلامات وطريقه يصاروا ساعه، هلا الساعه 9 10 بالضبط بتكون عندي، شو قلت؟ ماشي، بقدر امشي انا هلا؟ ايه بتقدر حبيبي. شكرا لك. اهلين. شكرا. مع السلامة جميل، لا طول. لا ولا يهمني. 9 لازم يرجع 10 لكان. معقولة يكون رايح يشوف سهير؟ لا مو معقولة. مو معقولة، شو الحكي ولو؟ عشرة بالضبط. ليش ما فتح الباب؟ معقول يكون نسيان المفاتيح بالبيت؟ ايه معقولة. مساء الخير جارتنا. ممكن نشرب عندك فنجان قهوة؟ ايه اهلا وسهلا تفضلوا. سهام حطي الصينية بالمطبخ. وليش وا الصينية؟ هدول شوية قشطايات وزراف اجوني هدية، قلت لحالي اعمل صينية كنافة الكم وصينية النا. ايه كتر خيرك، ما كان في داعي تعذبي حالك.
أنا عذاب، ما في عذاب منه. أنا من زمان كنت بدي أعمل لكم صينية كنافة، بس ما بعرف كيف الظروف ما ساقبت. بس لما قالت لي أم محمود إنه جميل بيحب الحلو، قلت من يوم ورايح بدي خليه يشبه حلو. إيه أم محمود غلطانة، جميل ما بيحب الحلو، ما بيطيقه. شو بيحب لكان؟ قولي لي شو بيحب وأنا مستعدة أساوي له اللي بيحبه. إيه ما في داعي تعذبي حالك أم تحسين. ولو يا هنا، نحن جيران والجيران لبعضها، بعدين أفضلكم سابقة. ام تحسين بلا لف ودوران، اذا كنتي جايبه الصينيه مشان جوزي جميل يرجع يدرس بنتك سيان فبامكانك تاخديها. جميل مو فاضي. كتر خيرك، قلنا الله. امشي بنتي امشي. مو الصينيه ام تحسين، خليها للاولاد. اطلعي انتي لعند اخواتك امجد واغيد احسن ما يزولوا شيء ازوي. انا فايته لعند ام محمود عاوزته شوي. خليني فوت معك هلا بعدين. شفتي هذا الحساب اللي حاسبته الان؟ لك حمى انت واولادك وبنتك سهام. وينه لهلا؟ قلت له ساعة، صار له ساعة وخمس دقايق وعشر ثواني. قلت لك ساعة. وين بدك تكون راح هلا؟ وين بدك تكون جميل؟ ماشي يا جميل، أنا بفرجيك. ايه يا جماعة، أنا بتسمحوا لي ما بقى فيني أقعد معكم أكثر من هيك، خلصت إجازتي. شو يا؟ لساك لهلا عم تاخذ إجازاتك من وزارة الداخلية بالقطارة؟ لك أخي شو بدنا نعمل؟ يا لطيف شو بتخاف من مرتك؟ لك خليك رجال مثل جميل. طول عمره هو يروح ويجي معنا. لحد هلا مرته ما قالت له لا وين كنت ولا مع مين كنت ولا ليش تأخرت. إيه يا هيك الرجال يا بلا. إلاوي تشد إيدك، زمان أول تحول. العنزة سارحة غير مبارحة. لا شو هالحكي؟ شو جمله؟ هالحكي مزبوط ولا دس عدوين؟ لا طبعا دس عدوين. بتعرف انا طول عمري رجال وانا ومرتي متفاهمين، لا بتسألني ليش لهلا ولا ايمتى، لا بتعرف اخر تفاهم. انا هذا اللي بعرفه. إيه لكان خليك على هاللي بتعرفه احسن من هاللي بتتعرف عليه. ايه قوم قبل ما تخلص اجازتك وتلاقي باب السكن مسكر، تقوم تنام بكولبة الحارس. يلا السلام عليكم. وقف خذ هديتك بسرعه، خلصني بس. طب اخي غشيني بسرعه. تفضل السلام عليكم. وقف ما بدك تفتحها وتشوف شو فيها بالاول. لك اخي طالما منك فاكيد محرزه، بفتحها بالبيت. السلام عليكم. يا لطيف، خايف يضيع له دقيقه فتح الهديه حتى ما يتاخر عن المساعد تبعه. اذا كان انا ليش ما بدي اتجوز من هيك مواقف. خود جملو شوال، خود هي قنينة العطر هدية مني لمرتك. يا هيك النسوان يا بلا. الله يسلم الإيدين. لا أنت لا تدعي على القصة، لك يا عمي الفرس من خيالة، شو بدك بهالحكي؟ ولك يسلم لي خيالة والله. الله يحييك. اليوم سهرتنا أنا وياك صباحية. إيه شو رأيك نقوم؟ نقوم؟ لك شو نقوم هلا أحلوية السهرة؟ جملو؟ ليكون انت عم تاخذ اجازات من مرتك كمان، بزعل منك خيال المهره. لا شو هالحكيات بس. يا لطيف فرنسي شو عم يجاني؟ خود خود بسيطه، معي حب او كثير. لا معلش ابو سمراء، انا ما باخذ حب لانه بربطه لراسي ربط، يعني بعمل له قفله مفتاح. انا على طول تلاقي لي لحشه شغله تشد لي اياه وبتقفله. ايه على راحتك، خليها لبكره. لكان بكرة؟ كمان بكرة مانك فاضي؟ بسيطة، خليها لبعد بكرة. بعد أخي منحكي مع بعضنا بعدين، منحكي مع بعضنا. لعمة، لك شو صار له؟ لا 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 لا. إيه؟ بسيطة يا جميل. صارت الساعة 12 ونص إلا خمسة والأستاذ ما شرف، عامل لي البيت أوتيل لكان، بيطلع وبيسهر على كيفه وبآخر الليل بيجي بس لينا. إيه بس بعيدي عن جنبك، أنا بورجيك. ها؟ ورجيني شو رح تعمل. الله يمضي الليلة على خير. سكرنا اليوم والله جبر. سليم قافل الباب من جوا.
هنو هنو انا جميل جمولتك انا هنو افتحي لي هنو ما راح افتح روح رجع محل ما كنت وين بدي ارجع المطعم سكر بعدين ماني جوعان دور لك على مطعم تاني فاتح وروح له ماني فاتحة يعني ماني فاتحة هنو الله يرضى عليك افتحي ماني فاتحة يا هنو ما حلوة قدام الجيران ليكي سمير بعت لك هدية شو فيها حلوة كتير طب افتحي شو فيها طلعي بالعين الساحرة ليكي ليكي ما حلوة ما رح افتح ولا رح طلع هنو الله يرضى عليكي ما حلوة هلا ينزل حدا من الجيران ويشوفني واقف على باب البيت وانتي ما بتفتحي لي بتشرشح لك طب اطلع علي بالعين الساحرة بيشفق قلبك علي اطلعي ماني فاتحة يعني ماني فاتحة هذا بيت مو اوتيل اذا كنت شايف بس لك روح دور لك على اوتيل نافي ماني فاتحة هنا الله يرضى عليك افتحي طب ناوليني بجامتي هنا هنا يا حبيبي ضروري انا كمان فجر صمام الامان ايه فلعت وفلق هيك معها وين بدي اروح هلا قول عند اهلي لا شو لعند اهلي امي بتهلكني بالاسئله لا احسن شيء نقول عند وسيم هذا كمان ما بيمون على مرته خلو لو قبضاي هلا كنت رحت نمت عنده معناتها ما في غير سمير لا هذا كمان عزابي منفضيع احسن شيء يروح على الاوتيل بس ما بيمنع من محاوله اخيره هلا هلا بطل يدق ليكون راح ايه روح عشان تاني مره يتعلم يشي على الوقت بالضبط لكان ليكون راح يكمل السهره مع سوي جميل راح جميل شو عملت بحالي انا الباب اللي كان مسكر انفتح اه ما بعرف قال رايح يشوفك بشغله ما بعرف شو هي بس يا عمي سكرا انتي ما شاف جميل اكيد اخذت سوير وعد على شي اوتيل ما عادش عملت الحالي ايوه اهلين هنا قصدي اهلين مدام هنا لا 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 ابدا ما في ازعاج بالعكس تمام كنت عم بدعي لله يبعث لي صوت حلو احكي معه بسم الله اليوم كتير كتير ناشفه على الدش ممكن احكي مع مها لو سمحت مها مها نايمه اذا الشغله كتير ضروريه بفيقها يا ريت خير ليش في شيء لا شغله ضروريه بخصوص الشغل ايه طيب ماشي ماشي هلا فيق لك اياها ثواني بس معك هون خير شوفي انت اطلع كمل تفقيس بالدش تبعك ولا ترفع سماعة تانية حاضر خير هنا شوفي انا عازفة معها فياتك من نومك بس مضطرة ولا يهمك المهم طمنيني شو القصة جميل يا ابا جميل شو بو ايه الله يصلحك على هالعملة هذا يلي صار لي شو أعمل خايف يكون راح يكمل السهرة مع سهيل وبعدين ياخذها على أوتيل هلأ ما عاد فيكي تعملي شي صباح رباح حاولي تنامي وتهدي وتفكري شلون ممكن تلفل في القصة مع جوزك الصبح وزهير لا تفكري فيها هلأ المهم ترجعي جوزك الأول وبعدين لكل حادث حديث
صباح الخير. أهلين مدام. الأستاذ جميل موجود؟ لا مو موجود. شو بقدر أخدمه؟ لا هو إذا حبيتي تخدميني رح تخدميني ووقتها رح أعطيكي مكافأة كتير محرزة. شو قصدي؟ قليلي شو بتعرفي عن جميل؟ من أي ناحية؟ ولو معقولة ما تكوني فهمتي قصدي؟ على كل رح أسألك بصراحة شو أسامي الستات اللي بيجوا لعند الأستاذ جميل؟ اطمني مدام، ستات من يلي ببالك منهم ما في؟ أنا كنت متأكدة من هذا الشيء بس ما بعرف. امبارح اتصلت بجميل وحدة اسمها سهير، طلبته وحبت تحكي معه. بتعرفي وحدة اسمها سهير؟ ما بعرف. لا أنا، حاولي تتذكري. ما بتذكر، اجت على المكتب وحدة اسمها سهير. ايه طيب جميل مطول ليجي؟ هذا وقته؟ ممكن استناه بالمكتب؟ طبعا تفضلي. خليكي قاعدة. ما بعرف وحدة اسمها سهير. محمرة وأحمر فاقع